هذا الذي عندي. وتفضل طيب. عندك اتصالات. ناخذ الاتصالات. حيدر من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. ارفع الصوت يا اخوان. نعم الان صوت واضح؟ ايه تفضل تفضل. نعم طبعا بالنسبه للشيخ عثمان الخميس قال انه حديث ولدني ابو بكر مرتين، هذا الحديث ليس في اي كتاب من كتب الشيعة الا في كتاب كشف الغمة للأربلي في الجزء الثاني في الصفحة 374، وهو نقله عن واحد من علمائكم وهو عبد العزيز ابن الأخضر الجنابدي الذي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال أنه من علمائكم، يعني علماء السنة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للشيخ عثمان الخميس، أريد أن أكمل كلامي في الحلقة الماضية أنه قال ربما أخطأ السيوطي عندما نقل حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها عن الترمذي. نقول نسلم معكم أنه الترمذي أخطأ، فهل أخطأ أيضا السيوطي أخطأ، فهل أخطأ أيضا ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة في الجزء الثاني صفحة 357 يقول الحديث التاسع أخرجه البزار إلى أن يقول والترمذي والحاكم عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من مدينة العلم وعلي بابها، وفي رواية فمن أراد العلم فليأتي الباب، بينما هذا الحديث ليس في كتاب السنن للترمذي ولا في كتاب العلل للترمذي أيضا ولا في كتاب الشمائل المحمدية أيضا. طيب يا حيدر تسمع، احنا حيدر نحن تكلمنا بداية الحلقة، عبد الحسين يقول أن مذهب أهل البيت وعلي والحسن والحسين هو مؤازرة أهل الجور والظلم، وذكر روايات سنية ويقول أن يقول هذه روايات معتبرة وأنها من طريق العترة متواترة، صحيحة متواترة. فما تقييمك يعني لرأي عبد الحسين بأن الأئمة يطيعون يعني من تأمر عليهم سواء كان أبو بكر وإن جلد ظهورهم أو جرهم أو كسر ضلوع نسائهم أو اغتصب فروجهم كما تقولون؟ يعني تفضل. طبعا بالنسبه للسيد عبد الحسين شرف الدين، نحن لا يعني انتم لا تلزمونا بكل ما يقول السيد شرف الدين، قد نخالف السيد شرف الدين في كثير من الامور، يعني مثلا يقول طيب جيد يعني عبد الحسين كذب عندما نسب هذا اليكم؟ يعني اولا لم يقل هذا رايي. احترم نفسك ولا تقل كذبه، لانه نحن نعاملكم بالحسنى لحد الآن، يعني ولم نتجاوز عليكم فلا تقل كذبة. طيب. هذا أولا. ثانيا نحن لا نوافق السيد شرف الدين، فمثلا يقول أم المؤمنين عائشة، نحن نقول بأن عائشة أصلا طيب فسر لي يقول هذه الروايات وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، قال هذه صحاحة متواترة من طريق العثرة الطاهرة، فسر لي هذه العبارة، هل كذب فيها يعني أخطأ ونقل عنكم، خاصة أنه محقق كبير عندكم، فكيف يفتري وينسبها إلى أنه مذهب الإمامية؟ قد يكون أخطأ وقد يكون يعني التواتر المعنوي، فيعني قد يكون يعني أحد هذين الأمرين. أيضا أنا أريد أن أكمل كلامي حول أحداث شبهات التي قالها الشيخ عثمان الخميس عن السيد شرف الدين، أنه حديث مدينة العلم أنه حديث ضعيف، صحيح كلامك شيخنا؟ نعم. موضوع هذا الحديث ألف فيه أحد علماءكم الكبار الذين هم يعني المتأخرين، وهو الحافظ ابن الصديق المغربي المتوفى سنة 1380 هجرية، ألف كتاب اسمه فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي، وأيضا من كبار علماءكم صححوه، مثلا يعني يحيى بن معين هذا من أكبر علماءكم في الرجال، قال السيوطي في الآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة في الجزء الأول صفحة 304 يقول قال الخطيب وأما حديث الأعمش فإن أبا الصلت كان يرويه عن أبي معاوية وعنه فأنكره أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي معاوية، ثم بحث يحيى عنه فوجد غير أبي الصلت قد رواه عن أبي معاوية. قال طيب القاسم بن عبد الرحمن الأنباري سألت يحيى عن طيب يا حيدر الحديث اسمح لي فقال هو صحيح. طيب عندك آخر في حلقة اليوم عندك شيء ولا نأخذ المتصل بعدك الموسوي؟ نكمل إن شاء الله، ولكن يعني المهم أنه حقيقة وصلنا يعني مع
يعني احد ابرز اللي دائما يشارك معنا وحيدر، انه اعترف حقيقه انه عبد الحسين اخطا في هذا الامر. ونحن لماذا؟ نحن من خلال بحثنا ومن خلال مدارستنا لهذا الكتاب نقول انه يكذب، لانه اخطا، لانه هذا الرجل جربنا عليه الكذب. عندما نقول اخطا يخطئ مرتين ثلاث، لكن عندما يكون في هذه وهذا الكتاب كله مبني على الكذب ويقول أنها صحة متواترة، هذا يدل على أنه يكذب. ولهذا كان حيدر في موضع الخجول الذي ما استطاع حقيقة أن الله المستعان الله يناقش الله يهديهم. طيب انتهى؟ إيه خلاص جهنم. طيب أول كلامه أنه كتاب حديث ولدني أبو بكر مرتين جعفر الصادق لا موجود في كتب الشيعة، وأحضره له إن شاء الله تعالى. أما قضية أن الهيثم ينسبه أيضا للترمذي تبع للسيوطي الهيثمي، الهيثمي ليس من علماء الحديث أصلا. طيب جميل. والذي في الترمذي قريب منه أنا دار الحكمة وعلي بابها جميل. وهما يعتبران حديثا واحدا جميل. طيب وإذا كان في الترمذي يعني ماشي، لكن يقولون يعني بايف. يعني أهل السنة حذفوه من الترمذي. طيب الترمذي له نسخ كثيرة وشراح كثر، وين الحديث هذا؟ وهو حديث أنا علي أنا دار الحكمة وعلي بابها سواء، لا فرق بينهما.